الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد قال ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني. كان الكلام في الاعتراضات التي سجلت من قبل الأعلام على جريان الاستصحاب في الحكم المعلق وذكرنا الاعتراض الأول وقلنا ان الاعتراض الاول يقول ان جريان الاستصحاب في الحكم المعلق غير ممكن لماذا لعدم تماميه اركان الاستصحاب لانه ان اريد بالاستصحاب او استصحاب الجعل في الحكم المعلق فانه غير مشكوك بقاء الجاع المعلوم حدوثا وبقاء او معلوم من حيث البقاء لا شك فيه وان اريد استصحاب المجعول فان المجعول لا علم بحدوثه لانه لم يتحقق الشرط الذي يحتمل أنه من ضمن أجزاء الموضوع في الحكم المعلق وهو بحسب المثال الرطوبة العنب قلنا يحتمل أن يكون هذا الشرط هو أحد أجزاء الموضوع في الحرمة هنا فلا ندري أن, الحر أن الحكم المعلق على الغليان وهو الحرمة المعلقة على الغليان في المثال الذي ذكرناه هل فعلا من, من ناحية الفعلية من ناحية المجعول هل تحققت أو لم تتحقق لأننا نحتمل عندما طبعا يكون العنب قد جفّ وأصبح زبيبا فإننا نحتمل أن رطوبة العنب هو شرط في موضوع هذه الحرمة ولذلك هي اللي تكون الفعليه او يكون المجعول غير معلوم حدوثا. وقلنا ان هذا الاعتراض ادى بمدرسه المحقق النائيني رحمه الله تعالى عليه الى القول بعدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق، ثم تعرضنا الى الاجوبه على هذا الاعتراض ووصلنا الى الجواب الثاني وكان هو جواب مدرسة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وملخص جوابه يعتمد على أن الفعلية يعني بحسب ما ذكر في مدرسة أو حسب ما يفهم من كلمات أعلام مدرسة المحقق النائيني أن الفعلية إنما أو المجعول إنما يصبح أو يتحقق فيما إذا تحققت جميع أجزاء الموضوع خارجاً والحال قالوا لا هذا لا يشترط فيه ذلك بل ان يمكن ان نقول ان اجزاء الموضوع يمكن ان تكون متحققه افتراضا لا يجب ان تكون متحققه فعلا في الخارج بل حتى على نحو الافتراض يكفي ولذلك المحقق العراقي رحمه الله تعالى عليه نقض على المحقق النائيني بان المجتهد الفقيه يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل ان يتحقق الموضوع خارجا، فالمجعول لا يشترط تحققه بتحقق المجعول خارجا، بل يكفي ان يفترض تحققه نعم يفترض يكون على نحو الافتراض وهذا يكفي وصلنا الى ان السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه لاحظ على الجواب المذكور على جواب مدرسه المحقق العراقي ان المجعول باعتبار ان مدرسه المحقق العراقي حينما اجابت قالت بان المجعول يمكن استصحابه طيب في اصل الاعتراض ان المجعول لم يعلم حدوثه فكيف يمكن استصحابه قال لا مدرسة المحقق العراقي قالت لا بأن المجعول معلوم الحدوث كيف معلوم الحدوث مع أن الموضوع لم يتحقق بجميع أجزائه خارجا قالوا لا أنه نفترض أن يعني نفترض تحقق الموضوع لا يتوقف ثبوت المجعول على تحقق الموضوع خارجا بجميع أركانه ركنية الغليان تحققت بحسب المثال، يبقى عندنا يحتمل هنا ركنية الرطوبة، رطوبة العنب لأنه جف يعني غلا بعد أن جف، فهنا يفترض, يفترض يقولون على نحو الافتراض يكفي ذلك، سيد الشهيد في يعني يكفي في تحقق المجعول فيكون في معلوم الحدوث المجعول فيستصحب، طيب السيد الشهيد هنا يقول في الجواب او مناقشه هذا الجواب من مدرسه المحقق العراقي ان المجعول هنا مرتبه المجعول في الحكم الشرعي يمكن ان تلحظ بلحاظين اللحاظ الاول ان المجعول يلحظ بما هو امر ذهني بما هو امر ذهني يعني بما هو صوره ذهنيه بما هو مفهوم ذهني حاكي عن الخارج بما هو امر في الذهن يقول بهذا اللحاظ يكون المجعول هو نفس الجعل حكمه نفس الجعل كما ان الجعل يكون على افتراض يفترض فيه تحقق الموضوع، قلنا سابقا ان الجعل جعل الحكم الشرعي يكون على نحو القضيه الحقيقيه بالمعنى الاصولي للقضيه الحقيقيه وهي القضيه المقدره الموضوع. فهنا المجعول ايضا يكون نفس الجعل، شبيه بالجعل، منوطا بالتحقق التقديري. واللحاظ بحسب افتراض الذهن لماذا للشرط وللموضوع أنه يكفي في ذلك أن نفترض ونلحظ ذهنا تحقق الموضوع وتحقق الشرائط المحققة للموضوع ولكن يقول السيد الشهيد المجعول بهذا اللحاظ يعني باللحاظ كونه أمرا ذهنيا لا يجري فيه استصحاب الحكم لا يجري فيه استصحاب الحكم مشكلة هنا أنه نعم يوجد لحاظ للمجعول لحاظ ذهني ويكون الموضوع في هذا المجعول الموضوع تقول كيف تحقق المجعول والمجعول متوقف على تحقق الموضوع موضوع الحكم بتمام شرائطه. نقول نعم باعتبار انه في الذهن فهو امر افتراضي فيلحظ الذهن تحقق الموضوع بجميع شرائطه فبحسب هذا الاعتبار الذهني يكون المجعول قد تحقق ولكن المشكله انه بناء على هذا الافتراض لا يجري فيه الاستصحاب لماذا يقول لانه بناء على هذا الافتراض لا شك في بقاء المجعول لا يوجد شك في بقاء المجعول لانه بالنتيجه لماذا يحصل الشك في البقاء مع ان الموضوع بتمام شرائطه مقدر ومفترض الوجود ذهنا فلا يحصل الشك وانما الشك هو في حدوث الجعل الزائد الجعل الزائد بحسب المثال الذي ذكرناه الجعل تعلق بانه ماذا بان العنب اذا غلا او العنب الذي يغلي فإنه مثلا يحرم أو ينجس إذا لم يذهب ثلثاه هنا الفرض أن العنب قد جف وأصبح زبيبا فهل الحكم أيضا ثابت لهذا الفرض أم لا يعني العنب قد غلى الآن ولكن غلى متى بعد أن جف وتحول إلى زبيب فهنا من الأول نشك أو في الحقيقه لم يحصل لنا يقين بتحقق هذا المجعول الزائد وهو ان العنب اليابس او بين قوسين قول الزبيب اذا غلا يحرم هذا المجعول هل هو معلوم حدوثا نقول لا غير معلوم حدوثا هذا الجعل الزائد نعم العنب اذا كان رطبا هذا مسلم ولكن إذا غلا طبعا تحصل فيه الحرمه ولكن هنا إذا جف العنب ونحن نحتمل أن رطوبة العنب شرط في موضوع هذه الحرمه مع هذا الاحتمال فإنه هنا لا يحصل لنا يقين بحدوث المجعول لماذا؟ لأنه يحتمل في المجعول شرطية العنبيه يعني أن يكون العنب رطبان فكون الزبيب إذا غل إذا غلا يحرم أو لا هذا الأمر غير معلوم بالنسبة لنا هذا الجعل الزائد غير معلوم بالنسبة لنا طيب اللحاظ الثاني أن يلحظ المجعول الحكم المجعول بما هو وصف للخارج بما هو وصف صفه للموضوع الخارجي. طبعا هنا بناء على ذلك يكون الحكم منوطا ومعلقا على ماذا؟ على الخارج على اللحاظ بالخارج على التحقق الخارجي فاذا لم يوجد الموضوع بجميع اجزائه وشرائطه في الخارج لا يتحقق المجعول إذا نظرنا إلى المجعول بما هو حكم أو بما هو وصف للموجود الخارجي بما هو في الخارج أن هذا العنب الخارجي إذا غلا يتصف بالحرمة هذه الحرمة هذا المجعول المجعولة تكون وصفا للعنب الخارجي إذا لحظ بهذا اللحاظ فلا بد أن يكون موضوع الحرمة متحققا بجميع أجزائه خارجا، والحال أنه هنا لم أو لم نحرز تحقق جميع أجزاء الموضوع خارجا، لأن الذي غلا ليس عنبا رطبا، وإنما الذي غلا هو الزبيب. فإذا لم يتحقق الموضوع في الخارج ولو على نحو الافتراض ولو على نحو الافتراض لا يمكن جريان الاستصحاب يعني لا تصبح هناك فعلية للمجعول حتى يستصحاب يقول السيد الشهيد وبناء على هذا الكلام نفهم أن النقض الذي ذكره المحقق العراقي على المحقق النائيني بأن المجتهد ونقض عليه بأنه أنتم ماذا تقولون المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل تحقق الموضوع أو لا نقول نعم المجتهد يفترض تحقق الموضوع في الخارج في فيتحقق المجعول فيجري الاستصحاب سيد الشيخ يقول هناك فرق بينما نقضت به على المحقق النائن رحمة الله تعالى عليه وبين الحالة الموجودة ما هو الفرق يقول هناك في عملية الاستصحاب استصحاب المجعول الكلي الفقيه يفترض تحقق الموضوع بجميع أجزائه يفترض تحقق الموضوع بجميع أجزائه وشرائطه ولذلك يتحقق المجعول بحسب هذا الافتراض الذهني فيستصحب ولا اشكال في ذلك اما هنا في هذا الفرض انت انت هنا لا تفترض تحقق اجزاء الموضوع وانما تفترض تحقق المجعول تفترض تحقق المجعول لانه هنا أجزاء وشرائط الموضوع لم تتحقق أجزاء الموضوع وشرائطه لم تتحقق لا خارجا ولا افتراضا لأن الغالي الذي غلاه هو الزبيب والحال أننا نحتمل أن رطوبة العنب وعدم جفافه هو شرط وركن في موضوع الحرمة هنا والحال أن الذي بين أيدينا وغلاه هو الزبيب وليس العنب فهنا هذه الرطوبة لا هي متحققة خارجا ولا هي مفترضة ذهنا وإنما الذي حصل افتراضه هو افتراض حصول المجعول مع أن أجزاء الموضوع في الخارج وهي الغليان والرطوبة المحتملة دخالتها يعني محتمل دخالتها لا متحقق خارجا ولا افتراضا كيف تتحقق افتراضا قد تقول أنه لماذا نفترض نقول هي افتراضا متحققة لا معنى لأن تكون متحقق افتراضا والحال أن الذي غلا هو الزبيب وليس العنب الراطب فهذه الرطوبة المحتمل دخالتها كشرط أو كجزء في موضوع الحرمة لا هي متحققه خارجا ولا افتراضا لان الذي غلا فعلا هو الزبيب بحسب الفارض. قال: ونلاحظ على الجواب المذكور ان المجعول اذا لوحظ بما هو امر ذهني. طبعا الجواب المذكور يعني جواب مدرسه المحقق العراقي. رحمة الله تعالى عليه، أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني مفترض ذهناً، فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي، يعني بالافتراض الذهني، للشرط وللموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط. إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ بحسب اللحاظ الذهني، لماذا؟ يقول إذ لا شك في البقاء لا شك في بقاء المجعول بحسب هذا الفرض وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفته سابقا أن هل هناك جعل للحرمة بالنسبة إلى العنب الذي يغلي إذا كان هذا العنب جافا لا ندري هل يوجد جعل أو لا يوجد طيب وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج يعني لابد أن يتحقق الموضوع خارجا حتى يتحقق المجعول لأنه المجعول لحظ بما هو صفة للخارج فما لم يوجد الموضوع بالكامل خارجا ولو تقديرا وافتراضا نقول على افتراض تحقق الموضوع خارجا مثلا يتحقق المجعول لا يرى للمجعول فعلية فع فعلية أو فعلية يرى مبني المجهول لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحاب لكي يستصحاب لابد أن يتحقق موضوعه إما في الخارج فعلا ولو تق أو آه على الأقل أن يكون تقديرا قال ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض على تحقق الموضوع تماما افتراضا يعني تحققه في الخارج وأين هذا من جراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع جزء الموضوع مفترض أما الجزء الآخر لا وبكلمة أخرى أن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء، يعني هنا الموضوع مقدر الوجود فيثبت المجعول على فرض هذا التقدير، فيستصحب هذا حاله وشيء، وكفايه الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه لا، ومرة لا نفترض تحقق نفس المجعول مع ان اجزاء موضوعه منها ما هو متحقق ومنها ما هو ليس متحقق لا خارجا ولا افتراضا وكفايه هذه الحاله الثانيه وكفايه الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا اذ في الخارج تحقق الغليان نعم ولكن الذي غلا هو الزبيب وخصوصيه الرطوبات يحتمل دخالتها في اين؟ يحتمل دخالتها في الحرمه ولا تقديرا ايضا لا معنى لان نقدر الشرط الثاني وهو الرطوبه لا معنى لذلك لانه بحسب الفرض الذي غلا هو الزبيب العنب الجاف فلا معنى لتقدير الرطوبه شيء اخر يعني الرطوبه والزبيبية امران متضادان او متناقضان يعني لا يمكن ان ماذا ان يقدر على تحقيق وجود احدهما يمكن ان يقدر الثاني، طيب هذا هو جواب السيد الشهيد في على اشكال او على جواب المدرسه المحقق العراقي ثم يتصدى السيد الشهيد الى الجواب بنفسه عن هذا الاشكال. سيد الشهيد في مقام الجواب هنا يقول ان الخصوصيه الثانيه الخصوصيه الثانيه، الخصوصيه الاولى هو العنبيه يعني الرطوبه مثلا التي هي يحتمل دخالتها في الحرمه. والخصوصية الثانية هنا هو الغليان، يعني حينما تكلم عن خصوصيتين هي الرطوبة العنب والثاني هو الغليان، يقول أن الخصوصية الثانية في مقام الجعل عند الجعل تارة تكون في عرض الخصوصية الأولى، كليهما خصوصيتان لشيء واحد في عرض واحد يعني كما ان الحكم منوط بالخصوصيه الاولى يكون منوطا بالخصوصيه الثانيه يعني كانه يكون هكذا الجعل هكذا ان طبعا الشارع يعبر بالعنب يعني يقول هكذا العنب المغلي حرام العنب المغلي حرام فتسالني هنا ما هو متعلق الحكم هنا وما هي الخصوصيات الملحوظه فيه هنا اقول متعلق الحكم هنا الشيء الذي شيء متعلق الحكم شيء الذي له خصوصيتان اولا انه عنب وثانيا يغلي العنبيه والغليان في عرض واحد خصوصيتان لشيء واحد ملحوظتان في عرض واحد لا ملحوظتان على نحو الترتب هذه حاله يعني اناطه الحكم بالعنبيه في عرض اناطه الحكم بالغليان ومرة أخرى تكون مترتبة طولا مترتبة طولا بأن ماذا؟ بأن يناط يعني أولا يلحظ الموضوع بأنه مناط بالخصوصية الأولى ثم يقول على فرض تحقق الخصوصية الثانية لذلك الموضوع المقيد بالخصوصية الأولى تتحقق الحرمة فكيف يقول مثلا؟ يقول العنب اذا غلا حرم فاخذ متعلق الحكم او قد يسمى موضوع الحكم هو العنب يعني ملحوظ فيه هذا الوصف مقيد بهذا الوصف الشيء الذي هو عنب هذا العنب اذا غلا فانه يحرم فالغليان الخصوصيه الثانيه متاخره عن الخصوصيه الاولى فهنا يكون الموضوع الحرمه موضوع الحرمه المنوطه بالغليان يعني متعلقها اقصد الموضوع هنا يعني المتعلق الموضوع المجعول هو العناب اما الاولى فلا هو أن الشيء هناك شيء يكون عنباً ويغلي في, في عرض واحد حتى يكون محرماً سيد الشهيد يقول في الحالة الأولى إذا كانت الخصوصيتان مأخوذتان في عرض واحد آه نعم يتجه الاعتراض الذي ذكره المحقق النائني رحمة الله عليه ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية لماذا؟ لان القضيه الشرطيه كما ذكروا امر منتزع من الجعل القضيه الشرطيه ليست هي يعني القضيه الشرطيه احنا نقول عنها اذا غلا يحرم هذه القضيه الشرطيه انما هي من تعبير من قبلنا انتزعناه من الجعل لان الجعل تعلق بما هو موصوف بكونه عنب ومغلي في آن واحد، في عرض واحد. اما هذا الشكل او الصوره الشرطيه للقضيه للحكم العنب اذا غلا فانه يحرم هذه نحن فعلناها، انتزعناها من الجاع. ليست هي الحكم المجعول. اما في الحاله الثانيه فيقول لا باس بجريان الاستصحاب. في نفس القضيه الشرطيه لماذا لان القضيه الشرطيه هي المجعوله تستصحب القضيه الشرطيه لانها هي المجعوله من قبل الشارع وجعلها بما هي شرطيه يعني الشارع بنفسه وتصدى للجعل على نحو الشرط المذكور فهنا الموضوع في القضيه الشرطيه هو العنب وهذا يعلم بترتب الحرمة على العنب حدوثا أما إذا جف بقاء يشك فتستصحب أنه العنب إذا حين في حالة الجفاف إذا غلا العنب إذا غلا يحرم خب هذا معلوم أنه العنب إذا كان رطبا معلوم ثبوت هذه القضية الشرطية في حالة الجفاف يشك فيستصحب بقاء هذه القضية الشرطية، قال والتحقيق: إن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية وهي الغليان في مقام الجعل تارة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الأولى، بأن قيل العنب المغلي حرام، العنب المغلي حرام. واخرى تكون على نحو مترتب مترتب وطولي بمعنى ان الحكم يقيد بالخصوصيه الثانيه بما هو مقيد بها وبما هو مقيد بالخصوصيه نعم الثانيه يناط بالخصوصيه الاولى بان قيل العنب اذا غلا حروم فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك يعني عنب ومغلي موضوعا للحرمة ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور يعني يصبح عندنا لا شك في بقاء الجعل ولا يقين بثبوت أو حدوث المجعول. ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية لأنها لأن نفس الشرطية أمر منتزع عن الجعل. وليست هي الحكم المجعول. نحن عبرنا بشكل قضية شرطية وإلا المجعول هو جعل الحرمة على ذلك الشيء المتصف بكونه عنب ومغلي في آن واحد في عرض واحد. واما في الحالة الثانية فلا باس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها. لماذا؟ لانها لان القضية الشرطية مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومترتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا. نعلم انه اذا كان عنب وغلا فانه يحرم ويشك في استمرار ذلك البقاء عندما يجف العنب ويغلي، هل تبقى هذه القضيه؟ العنب اذا غلا يحرم؟ نقول هذه مشكوكه فنستصحب ما كان ثابت ومتيقن الحدوث فتستصحب. الاعتراض الثاني ياتي ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد